وبعد ما اشتغلت في عمادة الدراسات الجامعية فترة كلفوني بعمادة شؤون المكتبات. عمادة شؤون المكتبات كانت وقتها يعني سمعتها كذا يعني جامعة عمادة اللي يحطونه في عمادة شؤون المكتبات يكون كأنه كذا يعني بركنوه يحطونه بين الكتب. حتى افتكر أحد الدكاترة بعد ما عينوني هناك قال لي يا دكتور أنا تخيل شكلك بين الكتب المغبرة. أنا وقتها تفاجأت إنه دكتور حتى وقتها كان بروفيسور بيقول على مكتبات أو عمادة المكتبات بالشكل ده إيش يقول الطالب أو إيش يقول الطالبة، فما ألومهم صراحة. وقتها وعدت نفسي إنه لازم نحدث أثر، لازم يصير في تغيير. فبحكم خلفية التقنية اللي موجودة ربطناها في عمادة شؤون المكتبات، فعملنا الكتب الإلكترونية، عملنا نماذج إلكترونية في الطلبات، عاونا نعمل أتمتة للأشياء اللي موجودة، وحدثنا أثر. أنا أشوف حدثنا أثر جداً كبير في الجامعة. إضافة لكذا إحنا جينا يعني واحدة كانت عميدة للدراسات الجامعية عندها برستيج وعندها كذا، فجأة يشيلونا ويحطونا وسط 150 ألف كتاب يحتاج إلى ترفيف. بنفسي كنت أوقف مع يعني الموظفين والموظفات وبنفسنا نرتب ونأرشف ونحط، لأنه كان عندنا يعني تاريخ معين إنه لازم نعمل افتتاح المكتبة. عملنا كذلك دورات تعريفية كانت بطريقة شيقة للطلبة والطالبات حتى نخليهم يجوا المكتبة، نخليهم يعرفوا إيش يعني مكتبة. يعني عملت أشياء كثيرة ترفيه، مقهى كان في المكتبة موجود، فهذه الأشياء البسيطة صح لكن أثرت في الطلبة وأثرت حتى في النظرة النمطية إنه عمادة المكتبات أو المكتبات ترى هي بيت علم وهي الأساس وهي اللي لازم كلنا نتوجه لها بشكل مناسب.